أعلنت وزارة المالية عن بدء المراجعة الشاملة لهياكل رسوم الخدمات في كافة الوزارات والجهات الاتحادية في ظل قيام الحكومة باستحداث ضريبة الأرباح على الأعمال بهدف تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال وزيادة جاذبية بيئة الأعمال في الدولة كمقر جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتهدف الخطوة لتحقيق التوازن والانسجام بين السياسات المالية على مستوى الدولة وترسيخ الاستدامة المالية للحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية وجعلها لاعبا محوريا في دعم نمو الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي ومقرا إقليميا للعديد من رؤوس الأموال والشركات الأجنبية. ولضمان اتساق مخرجات المراجعة على مستوى الدولة أفادت الوزارة أنها ستقوم بدورها بالتنسيق مع حكومات الإمارات المحلية لتعزيز الأهداف المرجوة من الدراسة على المستوى الوطني ودعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.